دكتور قصي الزين في هذه الفكرة، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أهلا بك دكتور قصي. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. دكتور قصي، يبدو الصراع ما زال محتدما، دعوات صدرية لتحشيد في مليونية، الإطار التنسيقي يريد فرض حكومة وانتخاب رئيس جمهورية وعقد جلسة يضغط على الحلبوسي رئيس البرلمان لعقدها. لماذا لم تنهي إيران هذا النزاع إلى الآن؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأن والاه. طبعا عفوا الصوت يرجع إلي، ولكن سأستمر في الكلام قدر المستطاع. العراق اليوم أنت تتناوله في هذه القناة المباركة، وتكرر ذلك والجهود مباركة منك ومن القناة، ونسأل الله أن يحفظكم. فالعراق عراق عظيم، عراق الفاروق والكرار، عراق المجاهدين، عراق المقاومة، عراق الأبطال، عراق الثوار الذين خرجوا بعد الاحتلال ويخرجوا، وخرجوا أيضا في 2013 وخرجوا في تشرين ويخرجون في كل وقت بإذن الله من أجل. دكتور قصي، هل خرجت اللعبة من يد إيران اليوم في العراق أمام احتدام الصراع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري؟ الكل منهم يبحث عن أن يكون هو المتسيد والمتسلط على الشأن العراقي، إن كان الصدري أو إن كان الإطار التنسيقي. ولكن أسوأ من جاء إلى العراق وأسوأ من آذى ودمر العراق هو نور المالكي، والأزمة ستستمر لا تنقطع أبدا ما دام هؤلاء الذين جاءوا مع الاحتلال ومع الدبابة، فلا بد أن تبقى هذه الأزمات حتى يخرج من صلب العراق، من أبناء العراق، ممن ابتووا من مازجة والفرات يحررون العراق من هؤلاء ومن التبعية لإيران. شكرا جزيلا دكتور قصي، سأحاول أن أعود إليك في حال كان الصوت أفضل حتى نسمعك بشكل جيد. في مشكلة بالصوت من المصدر، أعتذر منك دكتور قصي الزين.